يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة في وقت النهي؟ النافلة المطلقة لا تجوز في وقت النهي، أما النافلة التي لها سبب فهذه اختلف العلماء، فمنهم من أجازها في وقت النهي مثل تحية المسجد، صلاة الجنازة، صلاة الوضوء التي لها أسباب، صلاة الكسوف التي لها أسباب، يقولون تفعل عند أسبابها إذا حدثت في أي وقت. ومن العلماء من يقول لا، هذه أوقات نهي ولا يفعل فيها نافلة، لا ذوات أسباب ولا غيرها، لعموم النهي. فالأمر متعادل، الخلاف متعادل، لأن كل قول من القولين له مستند قوي، فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فلا حرج عليه. نعم.